الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية سباق السيارات، وسنرى أي سيارة ستسبق وتصل إلى النهاية. رالي السيارات. طيب ناخذ المجموعة دي على بعضها كده. أربعة عندي، كم واحد؟ اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. هناخد كمان معاهم إبراهيم، خمسة. بناخد خمسة تانيين بعدهم. كله. ارجع بس لورا شوية، ارجع بس لورا شوية. ارجع شوية. كل واحد اختار لون. طيب خلاص. أنا أحمر. تمام. خلاص. بسم الله. إذن سنبدأ بالسيارة الأولى الصفراء. صاحب السيارة الصفراء يقف هنا. والسيارة الزرقاء بعده، والسيارة البرتقالي بعده، الأحمر بعده، الأخضر بعده، عشان نبقى بالترتيب. تمام، أخضر مع أخضر. ها، أول سؤال، إماطة، ما معنى كلمة إماطة؟ إماطة الأذى، يعني نزيل. أيوة الصفراء. نزيل وش؟ السيارة الصفر، يعني إزالة، ما قلنا شيء ثاني، إماطة وخلاص، إماطة يعني إزالة. هذه تقدمت خطوة للأمام. أهمل السيارة الزرقاء. كلمة إماطة هي إزالة. طيب ما ضدها؟ نبقيها. أيوة، إبقاء. إبقاء. نقدم من الزرقاء. لا لا قدمتها. حاضر حاضر، يلا خليكم معايا الوقت. نعمل واحد ثاني، نعمل دي كمان، نقدمها عشان خاطر يبقى في تساوي. تمام، وانتوا الاثنين ان شاء الله. اللي بعد ابراهيم. من الذي وضع الفرع في عربة القمامة؟ عامل النظافة. لا لا انا هنرجعها تاني. الان سؤال ابراهيم. ابراهيم السبت، خلصنا ابراهيم الزهراني. ما اسم صديق ايمن؟ سامر. سامر، بارك الله فيك. قدمه قدمه قدمه. الحمراء. كمان واحدة. تمام. عامر. إلى أين كان أيمن متوجها؟ إلى ملعب الحي. بارك الله فيك. مرتين. هنا نصعب الأسئلة شوية. استنى خلاص متعادلين. هنا سنصعب الأسئلة. كلمة كلمة ايوه انا صعب الاسئله بقى، هخليها املاء. اريد منك جمع كلمة الملعب. الملاعب. اكتبها لي على السبورة. الملاعب. ملاعب. تمام، بس اللام الف بتتعمل كده، يعني تعمل كده وتركب فيها الالف كده. ها؟ هو قصدك كده. ايوه بس ايوه كده، الملاعب، بارك الله فيك. اذا انت الان ستتقدم خطوه واحده. تمام؟ احمد. خرج ايمن الى ملعب الحي فوجد فرع، ما جمع كلمه فرع؟ فروع. اكتبها على السبوره. فروع. ركز. فرو 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 فرو. امسح امسح. فرو فرو رو فرو فرو في رو رو. طيب شيل الالف بقى، امسحها كلها احمد واعملها من الاول. فرو
هلا؟ لا غلط. اسفين اسفين. طيب تمام. متعود على اسمي. طيب يبقى اذا السيارة الزرقاء فرو ملقا على الأرض. قال أيمن: من وضع هذا هنا؟ الإسلام لا يرضى بهذا. ما نوع هذا الأسلوب؟ من وضع هذا هنا؟ استفهام. طيب أنا أريدك تكتب لي كلمة الإسلام. 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 ممتاز. حسن سكر العالم. السيارة البرتقالية تتقدم خطوة. الإسلام لا يرضى بهذا. سأزيله. يعني إيه سأزيله؟ يعني ابعده. اكتب لي سأزيله. بلاش الازرق هذا. خذ قلم خربان هذا اكتب قلم ثاني. سأزيله. هلا هذه او ولا لا؟ هدوء هدوء. ايوه زي سأزيله. طيب فكر تاني اخر محاولة. انا قلت سأو ما هو سالو. سأو هذه لام ولا الف؟ اذا الالف الشبك فيه شيء ما ينفع يبقى الف يصير لام. ما ينفع اشبك فيه شيء. سيبو اخر محاولة. انا حذرتك وقلت لك وفهمتك. ها يلا بطل خلاص. طيب نمسحها اخر محاولة زي ما انا اعطيت لاحمد فرصتين. سأو. زي له. طيب نفس الخطأ. قلت لك الالف ما ينفع يشبك فيه شيء. اكتب لي انت سأزيله. خلاص خلاص. سأو. شوف ابراهيم شوف ابراهيم. سأو زي ايوه له. تمام. اذا سياره عامر تتقدم خطوه. هنصعب الموضوع. خلاص سيبها كل حاجة نسيبها زي ما هي وخليك معايا. كلمة الناس حللها لي. الناس حلل كلمة الناس. تمام. أنت يا أحمد حلل كلمة الناس. أنا ما أنا عاوز الأسئلة صعبة. ما هي ماهوش أي حد هيصل للسباق في النهاية. واحد بس اللي لازم يصل. طيب آية إبراهيم الزهراني. هيا يا أبطال هتشوف اهو شوف كده. شوف يا احمد
النون حط على سكون الأولانية، والثانية فتحة مع ألف، والثالثة مقطع ساكن. خلاص. إذن إبراهيم الزهراني لونك لونك إيه؟ برتقالي. برتقالي. البرتقالي يتقدم. البرتقالي يتقدم. طيب أنت خلاص إبراهيم. إبراهيم السبت. خلاص. أنا ما شاركت. أيوة بس أنت خلاص رجعت لورا أهو، حتى لو شاركت خلاص. ناخد عامر عشان السباق ينتهي. عودي له حتى مرة عامل. اكتب لي النظافة، حلي لي كلمة النظافة. خلاص يا أحمد حط المي. هو يحللها ولا ايه؟ بيحللها. طيب خطأ. إذن من فاز معنا في السباق هو الطالب إبراهيم الزهراني. ما خلاص حاجة. أي ما هو له بينه زملائكم التانيين مش هيشاركم. خلاص سيبها. خلاص خلاص هي هو اللي فاز دلوقتي. لا باقي مرة عند خلاص. طيب خد يا أحمد يا إبراهيم حلل لنا كلمة النظافة. شايف النون المشددة بفكها مرتين، نون ساكنة ونون متحركة. أنا وبعدين ظا مدي مع الممدود، بعدين المقطع القصير حط فصل بينهم، وأنا في فصل بين إيه. إذن كما رأينا السيارة البرتقالية التي فازت. شكرا لكم أيها المتسابقون، كنتم رائعون. خلاص خلاص ما حد يستحق يأخذ جائزة إلا إبراهيم. لا ولا عامر. ارجع بقى. خلاص هنرجع تاني نأخذ مجموعة تاني. شاوس أنتوا كده هتزعلوني. كده هزعل. ما يستحق جائزة على إبراهيم الزهراني. أخذت جائزة؟ خلاص هنأخذ المجموعة هذه. ثلاثة أربعة خمسة. اللي هيتعبني هرجعه. خلاص بالترتيب بالترتيب بالترتيب. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بالترتيب كده. خلاص يا حمزة أين وضع عامل النظافة الفرع؟ الفرع في عربة القمامة. اكتب لي كلمة القمامة. خلاص هو قال الوقت في عربة القمامة بيتقدم خطوة، ولو كتبها يتقدم كمان خطوة. وانتم كذلك انتم لكم خطوتين. قمامتي. يلا تمام. عندك الآن درجتين. نأخذ استاذ انت تقالية حتى انت. خلاص هي الصفراء دي انا اشوفها الوقت. لو جاوبت بتاخذ كمان واحد. نواف السيارة الزرقاء. خلاص يا ابني اكتب لي ماذا قال ايمن حينما وجد الفرع؟ من وضع هذا؟ اكتب لي هذا. هذا كله يقول سهل، وساعة ما يجوا يعملهم ما يعرفوش. صح؟ أحسنت. إذن أنت لك درجتين. عبد العزيز ماذا قرر أيمن أن يفعل عندما وجد الفرع؟ أن يزيله حتى لا يؤذي الناس. حتى لا يؤذي الناس. حاول وحاول لكن الفرع لم تتزحزح بمكانه.
اكتب لي يتزحزح. انا عاوزك تركز عشان انت ما انتش مركز. ما بقولكش حلل، امسحها واكتبها كويس. يلا ملي نفسك. احللها. اكتب. ايوه كده. عبد العزيز. عزام. لكن الفرع لم يتزحزح من مكانه. انتظر قدوم احد لمساعدته. ابراهيم اكتب لي لمساعدته. لمساعدته. طيب في حرف انت مزوده. لمساعدته. من الذي ساعده؟ سامي. تمام. نواف. ركان. حمل أيمن وسامر الفرع. اكتب لي الفرع. هذا عين منفصلة وليست متصلة. العين لما تبقى منفصلة تتكتب ازاي؟ بسرعة. العين لحالها، كيف تكتب العين لحالها؟ خلاص سيبه بس. ها قدامك نص دقيقة. بسرعة. طيب هناخد حمزة عما يكون نواف. ركان فكر. كلمة اللي جاية عاوزك تحللها لي. ماشي. اكتب لي الحي. يلا خلاص يا ركان سكر. اديله الألم. الحي. مشددة عندك يا مشددة. حلل. ايوه. يي ممتاز. طيب انت يا ابني عاوزك تحللي ايمن. حلل ايمن. ركان السيارة بتاعته تقدمت خطوة واحدة بس. اي ها طيب عبد العزيز. نعم. الاسلام. حللها لي.
الإسلام. غلط يا نواف. يلا ال لازم اللام تمشي لقدام شوية كده معمولة ألف. ها ال ها طيب تعالى يا عزام حلل لي كلمة الإسلام. في حاجة؟ دي واحدة نجاوب. اكتب لي يلا الإسلام. ال خطأ. تعالى يا حمزة حلل لي الإسلام. مات القلم الأحمر التاني أحسن. يلا ال ها اس لا م. تعالوا بصوا كده شوف كده ال اس مقطع ساكن مقطع ساكن لا مقطع طويل ما. إذن الذي فاز هو السيارة الصفراء. شكرا لكم. خلاص معروف. جلوس جلوس ثواني نكمل. اللي لسه ما شاركوش تعالوا محمد وفارس وعبد الله. خلاص يا خلاص يا أحمد خلاص خلاص بالترتيب بالترتيب. خلاص عاوزك تقول لي ماذا تعلمت من هذا الدرس؟ أحمد نص مفيد. أيوة يعني أنت تعلمت إيه يعني؟ فكرة جميلة. ما هي الفكرة؟ الفكرة إذا شفت شيء أشيله من الطريق. أيوة إذا شفت شيء أشيله من الطريق. سيارة صفراء. طيب هل تستطيع أن تكتب لي كلمة الإسلام؟ أيوة. اكتبها يلا. من عاوز تحليل؟ تحليل عاوز الكتابة. ما هي تحليلها؟ تعال يا محمد خلاص انا اعطيتك الفرصه ما بسرعه بسرعه. ايوه كده الاسلام. تقدم كمان واحده. اكتب لي يرضى. الاسلام لا يرضى. يرضى يرضى. تعرف يرضى؟ اكتب لي يرضى انت. يلا يرضى. ابراهيم يرضى. تعال يا عبد الله اكتب لي ارضى. حاد حاد حاد. الثلاثة اخطاهم. تعال يا ابراهيم اكتب لي ارضى. امسك القلم الثاني.
بالالف المكسوره، وهذه ضاد وليست طاء او ظاء. اذن فاز معنا في استراتيجيه سباق السيارات حمزه وابراهيم، وفازوا بجائزتين. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.